الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله جل وعلا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. إلهي سبحانه وتعالى إنسانك مركأ وحبحيه إلهي درتين وقبحيه وحاسنا أيهين شيء طيب أو حلال بلن إلهي وحو أقاضي بدل نسينها بدل كاسين وكوين يهي مروالبا وحيركا وأساق أبحيه أساق مركا وحو يهي إنسان كي مروالبا مدنا يسانها وحا أبحينا هيو أساق إنسان كي وحو نقونا يا مدكدنا يسانها ما دام أوروا وحير أبحيه وحبضن إلهي سبحانه وتعالى وقبدل أودون هيو إنسان كي وحو نقونا هيا مد أساق دنا يسانها هيا مروالبا إلهي وحو لي هي حديث القدس يا ابن آدم أنفق أنفق عليك ابن آدم وحا أنكو سيو آد هاي ستي بيحي أنكو سيي بيحي أنكو سيي معنى هذا وحا ويان بلنقاد إلهي وبلنقاضي هدا بيحي سيد بوسكا إساقا إنو ننمرنا ممرنانا هين إيو بوحسما هيو وإلهي سبحانه وتعالى بلنقاد كي سوكو وفنا هيو إنسان كمركي جيريدو كتو ما ضوءكو سو حاضرتو وحو تمنين ايا إلا دبلغو وحوغا الله باقي يالو سو وحو صدقائستو محايا لوحو دريمة هيا صدقادو عظمضا ايلادا هاي ايا فضيلادا وينو ايلادا مركا في رسيد قرآن كريم كا إلهي سبحانه وتعالى ما يلبضا ايا إلهي انقو أمر ايا انا وحبحنا او وحبحنا او وحبحنا وحان إلهي أماني كوا قرحوله ذبحي هبينك يا مالنتي سقر سودئة يسمو قطب أبحية الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إلهي أكتي سأيي وحي كليهن أجر كود محن هذا وحويان أجرك أي هلا هيان إلهي سبحانه وتعالى وأضمان قاضي وأبلن قاضي مرنا بكذا يعمي مهي مرق يحزني أي عبسنا إلهي وكبد بادنيا نبي عليه الصلاة والسلام كذلك أبو أسقنا صحابة وحو كبو رنشري إن بحيان حولها مروا بنكل العلج أبو ذر وحي رضي الله عنه نبي كان سو غاري اسقو كعبده جوغه هوسكيده هرسره هيا ايا سو غاري نبي صلى الله عليه وسلم مر الله عليه مركو اركاي بو وحو يري نبي بو يري عليه الصلاه والسلام هم الاخسرون ورب الكعبه كو خساره يا وايغا او خساره بدن الهي كعبده خلقي بان كو دارتد ايغا اه كو خساره او خساره بدن markaas aan waxaan ku yiri markaan soo fariistay rasuulka ilaahayow waalidkii dhalay baan kugu furanayaade qolada aad tilmaamaysay oo aad tiri ilaahay baan ku dhaartay waa kuwa khasaarada badan waa kuwa kuwaas markaas aan nabigu yiri alayhi salaatu wasalaam humul aktharuna amwaalan waa kuwa dadka ugu xoolaha badan kuwaas waxay yihiin kuwa ugu khasaarada badan markaas nabi uu ka soo reebay qaar illa man qala hakada wa hakada wa hakada min bayni yadayhi wa min khalfihi wa an yaminihi wa an shimali wa qalilun ma hum illa qof ba ka soo haraya ba nabi weeri qofkaasi waxa weeyaan qof xoolihi sa u bixiyay oo hore u bixiyay oo gadaal u bixiyay oo midig iyo bidc u kala fatahay dadkaas badbaadaya oo xoolaha badan leh oo sa xoolaha u qaybiyay أيقون وايريه بنبي عليه الصلاة والسلام صحابة النبي جمر كافيري صدق الكل وحيكون نقمان قرآن كأي السنة النبي تربية النبي جنا واقعته بل فيري أبو طلحة أنس بن مالك وحيرنك أبو طلحة لجرا هذا
أنصار المدينة دجن نكو وحول بدن أيوها حولها نوح وجه على بير بير حالي له وكنت علي مساجد كالنبي كسور شيدي رسول قال لا يا بيرتا قلي شري وحنا كعب شري بيم معانو اي لا ضحي ملعانا او استراتيجيا وكنت الله حوله صدنا يدو وجه على مركي سودك تي آيات إلهي أكويري لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون مجاريسان خيرك يا سمفلك وين مجاريسان إلى آد بحسان أو وحكب بحسان حولها أتعشهين آيات دا مركي سودك تي أيو لقاتيو النبي قلتك صلى الله عليه وسلم وحي رسولك إلهي يو إلهي سبحانه وتعالى وحو سودتي آيات دان حولها يغانا وحان وغوش على هاي بيرتاس مساجد كسهر جيدة وحان روائنا كوش يغا رسول كيلاه إنها صدقة لله وابحي بيرتاس إلهي درتي بان عربح أرجو برها وذخرها عند الله برها اي لاذا هاي إيا كيت كيدا إلهي أكتس أيان جيسانيا أو كرتشيني ملك لك الدوني ماي كل جذوى صدق والله بح وحواليه سووح وقش على وين الرسول كإله هذا وماشى أي مناسب وطهي أذوقه لك سيدا عرفت أو قيبي تلذ هذا أيام كودي يبوير مركع النبي يقول عليه الصلاة والسلام بخن ووحل ليا عجيبة أرنك أصبي صي ذلك مال الرابح وفائدة الربح ضي وفائدة الفائدة اللي جه لي حقيقة أي صحي إلهي أكتي سنة كوكو نعظيم مالك وبا هبة ضنتها بل أبا حصر أيسا ومالك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم مالك عن قيامه وحكوت رهين ومتك هلك أوقتك تي متك أذو أظهر مرستي وأكو أنفعيا حسرات كيس أي حاجة كويلة لكن يوم القيامة لا ينفع مال ولا بنون ومالك أذو وحويان أهل كان أغتك تي أو على خير تكبحين كاس حبك وتريم هاي نبي قوحي عليه الصلاة والسلام وأقول ليس تده مساكين تقرابة ضدك قرابة ضاعة يا المعذرياشا يا أقيبي مركع سوق قيبي مالك بيرتي لما يدوا قيفش ألف سو قيفش سيدا سوحة تصالك وغفلا صحابة النبي عليه الصلاة والسلام سيدا يؤتش علايين إنه أمر كإلهي إيه أمر كالنبي بأي فوليا إيه سيدا كجارين ديق سنما ذا ميشا أي كجارين الإمام ابن القيم وحيري نبي محمد عليه الصلاة والسلام دقن كيسا الدوية وحو أغتش علا وحو بحياء صدقائسته بل وحير وكان سروره وفرحه بما يعطيه أعظم من فسرور الآخذ بما يأخذه نبي عليه الصلاة والسلام وحأوا بحنا هيو قفك أوصينا هيو سيدا النبي وفرحا هيئنوا بحيو وحو كوين بطنا مثل قادنا يفرحا وكفرحا هيو وحا كوين كم بحنا هيو نبي عليه الصلاة والسلام هذا هو حالة يا حباب بحنا يسن لكن قلبي قال أدوك وفرح سنة وكسو شريسا حوغا ونبسانيسا وبحينيسا لكن نبي عليه الصلاة والسلام قفك مسكين كاهو وحلصين يسيدو أفرح هايو سكة بذنبو أفرح هايو إنو وح صدق يستي إنو وح لبحي نبي سكة بذنبو أفرح هايو وحونا أهادتك متك أقود يقسي سنة يمينه كالريح المرسل عير مدكت النبي سيدا وحب بحنا يسوع وحمد الضبيل أرد يسوع قال الله صادره سيدا وح سويا أرد يسوع أيام مدكت النبي أين استعجاه بل وحوها النبي عليه الصلاة والسلام إذا عرض له محتاج قف باهن هدي الله بنده وحالة دي صلى الله شيء أثره على نفسي نفتي سوى حبها عنده كور مرينه تارة بطعامي وتارة باللباسي عندي سو مر بحنا يوعن لها asaga u baahan ayu joojinaya siinaa miskiin mar wuxuu siinaya dharkii uu xiranayay buu intuu qaato ka asagu joojiyo ayu asaga siinaya miskiinka uu siinaya
مركز النبي قوحوا أهابو يري يأمر بالصدقة ويحث عليها ويدعو إليها بحاله وقوله نبي صدقه أمر هيي دات كان كبرنا هيي أساقونا فعل أهان أسمينا هيي قول كيسا يفعل كيسبا صدق الصعداء يا أهان مركز وحو النقضيبي أشرح الخلق صدرا عند الله دات كان متك قلبي واسع سن أو قلبي فرحات بضن أوجد جن أي نقطة وأطيبهم نفسه نف أهان مركل إلى ذا متك أوجد طيب صب نقطة وأنعمهم قلبا قلبي أهان مركل إلى ذا متك أوجد نم عبدا بنقطة محايا ليبر من القيم صدق ذا إيه فعل كخيرات كلا سمايو إيه صدق ذا أو بدن أو الله بحيو قلبي جيد تشسا والول والبهار يمرقت يقفك صارته أموره صار نبأ إلهي أفضليا مركل سوء يقف بشاشة وفرح سنة ما لنتا اوح لب حديد ايا ما لنتا اذا لب حين اسكوكو كامد معها قلبي قاقا ما لنتا اوح لب حديد او لب حديد فرحق ايا النمعو ايا واسع نماء ايا كدري ميسا وهدات هاي قف صدقة قيمها اي لاده الهي اكتسر رميسون حديد كان كلفين الامام البخاري مسلم اي وريين والنبي قال انه يري عليه الصلاة والسلام ما يسرني أن لي أحدا ذهبا تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار أنا كما فرح هايو أنا فرح قليل ميس بورت أحد الذهب إلا إسيو وأن لا يهي صدح مع الموضنا أي سوق قدبان وأكتر إذا هل دينار وكم دي أويال ماكو فرح هاي إلا دينار أرصده لدين علي مركا لقرب الدينار أن ربي وأن أغطلق علي دين اللي يقول لي يهي أما قف كلا مسلم اللي يقول لي أنا أغبي حيوه كاس وريبي كرا سدح بريو قاري كرا يكبضا لكن بورت أحد الذهب هدي أنا إيسوغ ناطو كما فرحة هيو سدح من قدهود إني أكتر يكو باقي نغط أبي حني ساسوها النبي عليه الصلاة والسلام وحا النبي قال له ويدي أي صدقة أعظم صدق الله بحيته أقو وين بضا مده النبي عليه الصلاة والسلام مالك انت قاري ترسي جسو مايا تلمانك لبحش أنت صدق وأنت صحيح شحيح حلقة آد عافي ما تهي حولها أنا آد كوب بخيلة يسيد وحي آد بحسيد باقو خير بضا حلقة عافي ما تهي حولها أنا وحويا آد بخيل لما كدر يسيد نفط عاد غني إنما أنا آد رجين يسيد فخري أنا أتكعب سنة يسيد أيا أقول فضل بدن إن الحوالها مركز أبيس مركز النبي قد دردار موحي ولا تمهل هاو كادني أو صدقتي على لب حلهيد بريء يا صاد نبي ساكون يا بلاها يا سنوات كذا هاو كادني حتى إذا بلغت الحلقوم إلى أي نفط هل كاتم عضه سأقول كادني هل كان مركز يتم عضه أو تلف راح يكبر حدنا آتري أهدي قلت لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا لقيت عرور تيدي مالك وان قيبي هبل انت سلية هبل انت سلية ايه انت سهبلية هبل انت سلية ادونا اتريت الا طلع اني فرحه كبح دي بارت واسعت مركاس النبي وحي الا وقد كان لفلان وري هردده ككع وبرارك وهردي ساده مالك ان قيبينيسيد دد با اسكله وونو اسغناد واحد يقول لغا ويدينيا ما قيب إلهي وقيبيها دوتا كو قادانيا دخلنيان اي تلاد اديغا وا كو سيكت ساسي كو سيكت وا وبدنيهن ابيال بدن او وحيا او إلهي وحسيي انينن جيسنما بدن او ييلن ولي ان وح بدن اي لبخان اي لا سوغيان حالده دنبه حالدي دنبه سي لولا سوغاه لولا سوغاهي ايا مانتا دنبه وحا لا ليهي هبل واتغي هبل واتغي هبل واتغي هبل واتغي سكدي سو كو دنت ودنها استاغي قرح بو كدنتي سي كلو وا دعوعم حبد با ديشي وها مقليس اسغي او نفتيسا لا جيلا انو وح دردارمو او خير لبخو او مساجد ديستو او مدارس ديسو او مساكين بدن او وح او قبطه نفتيسا لا جيلا ايو وحو كو ديرن واي انتاس او سنه جيسنما وحا نفته او لا جيل يحي هل مرنو غان كا غارو او كيدكا اخره او هور مرسدو حق او ديرسدو الا وحان اسغي حق او هوريان ciidana ka qaadan meesha ay keed u tahay markuu ku dhiran waayay ayaa geeridi ay ku soo xaadirtay xilligaasna haduu yiraahdo hebel intaanu leeyahay hebel intaanu leeyahay xoolaha looga baahna ilaahay ba qaybiyay subhanahu wa ta'ala sadaqada la la baxayo
وحير قفكو هدو لبحو أو حلال آه إلهي أكتي سميغي قاري ساك قناعسي قوات تقانان وحبضان وآركتين هدي اللي إلا ماشا قناعسي قيدا بقول كي بقول ويه صباح هذا الدنب أمدي أردن أو فيل وچرته إن حوغاير لغا قبطو أو شير لغا سييو أياد أكيسا هدي اللي إلا بقول كي لبا بقول ويه أما صدح بقول ويهنا habeenni baa la dheelmanay waag intuuna bariin baa waxa laga yaaba meesha laga sheegay in lagu dheelmado qaar baa tahriib u marahay oo diyaaradaha u raacahay oo maraakiibta u raacahay oo habeen iyo maalin u istaagahay hadii ba la yiraahdo 200 200 baa laga helay laakiin nabi maxamed kaleeyhi salaatu wasalaam sadaqada wuxuu ka yiri fiiri man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbin tayyib wala yaqbalu allah illa tayyib فإن الله تعالى يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل قف كي صدق يستعيى النبي يقولي وحبت تمير أدق ما هل حبأ تمير وحدق ما قف كي صدق يستعيى أولي بحلال طيبة إلهي ما أقبل وحان طيب أهينه فإن الله تعالى يتقبلها بيمينه إلهي بابا مركز مدكتي سكاكا قدومها ثم يربيها لصاحبها إلهي مركز أبر بارنا يا قفك إسكالها وأهينا يا وزيادنا هيا كما يربي أحدكم فلوة سيدا مدئذين كمدئ أبر باري أكري درمانك يركا فلوة إيا فلوة لبدا وصحوي وفصيل كيركا فرس كيريسكا أما جهاش جيلة نير جيلة ير سيد الله إلاليو وبهلا الله إلاليو وعانها الله سيو الله إلالينا هيو الله كورينا هيو أيا إلهي كوغو بربارين يا حبض تمير توح لأك أو الله بحضي أو حلال طيب أهيد حقي جاري سامر كوية حبض تمير تمحي نغطي حتى تكون مثل الجبل إلى بورت أكل أي نقط حديثك كلا واحد ويان إلى بورت أحد أكل أي يكون نقط حبت تمير واحد ما لبحت إلى هيدر تبا ولا بحت حلال طيب أي أحد عند الله يكون عري سنة أول بفائدة شوكتها كسرعة من أوجد أديك مرجع سي بور لا كاتي مرجع صاد ما أنت قيامها صدق هذه واحد لا ذهيه واحد أن الله بحنا محيط واحد واحد الله بحيط ما بقى محيط marka saal ugu leeyahay waa wax habad timir u dhigmo ala baxday oo buurtan la ekaada qaado buurahan ada iskale ajirka iyo xasanaadka sadaqada ilaahay dambigu ku dhaafa la soco nabigu wuxuu yiri alayhi salatu wa salaam was sadaqatu tutfi'u al khati'ah kama yutfi'u al ma'u nar sida biyuhu dabka u damiyaan ayaa sadaqadu dambiga iyo khati'ada kaaga daminaysa sadaqada ala baxaysid hooskeeda ayaad maalinta qiyaamaha harsanaysa وحن نبي يري عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله تضوض هرك إلهي هوسكي سعرشك إلهي هوسكي سعرسنا هيا يا كمدأ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه قف قريي صدق ذي أولبح هيا إلى مدكتي سوحا عبحين يسبيد حذ أين أغان معناها هو قري سقر سودي ولبح إلهي درتيس أي قف كاسي ولبح sadaqada ala baxaysid waxa aad ogaataa aafooyin badan iyo balaayo badan ba ilaahay kaaga xijaabaya walidalika alimaa ibn al-qayyim wuxuu yiri sadaqadu qofka inay anfacdo wa isku waafaqsayeen ahlu al-ard kulluhum wa isku waafaqsayeen aamada iyo khaasku isku waafaqsayeen hatta waxay ogaadeen dadku waana jarimeen oo waan arkeen buu hatta sadaqadu waxay anfacdaa buu yiri ninka gaalka ah إيا متك الظالم كا أو مجرم كا صدق هذا أي لبحة هيان الدنيا ده نحدة إذا لباتوين بدن بيلها يقول علينا الله وقال متك صدق هذا لبحة هي إيا متك عن صدق هذا لبحة إسكو مد معها الدنيا ده صدق هذا عن لبحة هي وحبي أطريسا لكن آخر راح أطري ما يسوا الدنيا ده وحبي أطريسا متك عن صدق هذا لبحة هي أو قال كا لباتوين بدن بيلها يقول علينا نين كان ظالم كا أو صدق هذا لبحة ظالم بها هذا هي متك ظالم كا أو صدق هذا لبحين اسكو مد معها الإمام ابن القيم وحي معروف ويتاس شيء لا يقانوي ولذلك وحى هبون مرك قفكو إنه كود داله إنه حوله سا
wax badan oo kamida u khasiiso khayrka u bixiyo ama nuqsaan hadii hadii la bixiyo oo khasnadaan laga soo saaro oo khasnadii ay ku jirtay $100,000 oo la yiraahdo $10,000 ha laga bixiyo $90,000 baa ku haraysa xageelna ziyadada naaqis baa ka muuqde fadiiladan la sheegay kasoo koow ilaahay subxaana wa tacaala adduunyada laftigeeda ma la helayaa tacwiid nebi maxamed wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam maa naqasat sadaqatun min maal rumayso sadaqa maal laga bixiya ma nuqsaamiso ma nuqsaamiso midda ku hartay baa laga yaabaa intaas oo jibaar inay faa'iida ku dhasho kii aan la bixinna meeshay u taagan tahay sanadka bacdi waxaa laga yaabaa adigii mutasadiqa ahaa xoolahaagu laba jibaar inay ka badan yihiin kii aan la bixin ay ka bataa halkaasaa marka waxaa ku ogaanaysaa sadaqa maal ma nuqsaamiso nabiyullaahi maxamed baa yidhi sallallahu calayhi wasallam marka wixii aad la baxaysid iimaan aad rumaysan tahay inaysan marnaba dayacmahayn oo ilaahay subxaana wa tacaala maalkaaga kuugu xifdinahayo oo ilaahay awlaaddaada kuugu xifdinahayo oo ilaahay miisaanka xasanaadka kuu yeelahayo oo adduun iyo aakhira aad ku libaanaysid waa inaad ictiqaadka isaga ah aad sadaqada ku bixinaa oo aan ku didaalna.